أكيد الجميع يحب الأرقام، لغة الأرقام، والباحثون أكيد بلا أدنى شك يعني لديهم القدرة على تحليل هذه الأرقام. أنا لست متحدثا باسم الحكومة العراقية بقدر ما عندي بيانات. صدت القوات العراقية خلال العامين المنصرمين أكثر من 300 هجمة لتنظيم داعش، ألقت القبض على حوالي 200 من الشخصيات القيادية، قتلت بحدود 300 من القيادات أيضا المهمة لتنظيم داعش. العراق، وهذا رد على ضيفك من واشنطن، ليس ذاك العراق في عام 2014 أبدا. العراق مختلف الآن، قدرات إمكانيات الهائلة، الدماء التي سالت في العراق ثم الحاضن الذي انطلق منه داعش في ذلك الوقت لم يعد موجودا، وبالتالي هذه التنظيمات الراديكالية تبحث عن حواضن. نقطة أخرى وهي نقطة مهمة، تنظيم داعش خرج من العراق أو انتهى في عام 2017 وهو يمتلك قدرات وإمكانيات ما بين 3 مليار إلى 5 مليار دولار. زيد على ذلك أنه جزء كبير من تنظيم داعش يعمل في عملية التهريب وتهريب السلاح وبيع السلاح وما إلى ذلك، ولهذا أيضا تهريب النفط وشراء النفط المهرب من العراق ومن سوريا ومن بعض الدول. التجارة الأكبر لتنظيم داعش هي تجارة السلاح، أيضا هو يبيع أسلحة إلى قوات، إلى ميليشيات مسلحة وما إلى ذلك، إضافة إلى أنه هو يمتلك قدرات وإمكانيات مالية نقل جزء كبير منها من شرق أفريقيا والساحل إلى عناصر التنظيم في سوريا والعراق. إذا أردنا نتحدث عن التنظيم في هذه المنطقة تحديدا، إمكانيات التنظيم تطورت، نعم صحيح الآن يمتلك التنظيم طائرات مسيرة، قنابل متطورة وما إلى ذلك، لكن جزء الأكبر من كل هذا من إمكانيات هذا التنظيم هو ما حصل عليه خلال سنوات بقائه في سوريا وفي العراق. زيد على ذلك أنه لحد الآن التنظيم يحصل على تمويلات من ذئاب منفردة عادت إلى أوروبا مرة أخرى، وبعضها يمتلك إمكانيات وقدرات مالية كبيرة جداً.